بفم واحد وقلب واحد، ونشبع اسمك الكل ذكرا عظيم الجلال. أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. آمين. مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى الرب نطلب. من اجل هذه القرابين المكرمه التي قدمت وقدست الى الرب نطلب. من اجل ان الهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماء والعقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدات إلى الرب نطلب. وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤال الارتعاد في الايمان وشركه الروح القدس لنجعل انفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الاله. غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا اليوم ليعطينا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا علينا، ولا تكلنا في تجربة لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. السلام لجميعكم.